فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جاءني رجل فقير وطلب مني مالا، يقول: فأمرته بالانصراف والحضور فيما بعد، وقمت بجمع مال له من بعض الجماعة ثم لم يحضر، فهل لي أن أعطيها إلى فقير آخر؟ أي نعم، أعطى إلى فقير آخر أو فقراء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.